are live with Farah Souhail مباشرة من لندن. احنا اليوم باش نحكيو both عربي وانجليزي which is easy and for everyone. فرح سهيل شكرا على قبول الدعوة. انا معنا على مباشر مع جمهور لجنة الاتصال الجماعي للاتصال الاجتماعي سوشيال ميديا كلوب تونيزيا. يرحب بك ويرحب بكل السامعين من تونس to do very quick. meanwhile فرح اسم جميل جدا، سرور، بهجة، ضحكة مزيانة. واحنا من تونس ديجا خاطر انت اليوم معنا ضيفة باش نلبس لك نايس الشاشية التونسية. توا انا هذا كذلك في تونس. انت شو تلبس لازمك وشوري انت في لندن؟ أول مرة شكرا على الاستضافة و really happy to be with you today. قبل كل شيء حبيت أرحب أيضا بالجمهور وآسفين على التأخير، شوية technology let us down at the beginning. وأنا شخصيا أحب تونس، زرتها كم مرة، آخر مرة كانت قبل حوالي سنتين. بلد جميل وإن شاء الله look forward to visit it again. Yeah, once again happy to be with you today. Okay, احكي لنا على فرحتنا على مسيرتك، على بلدك، على أحلامك. أنا originally من العراق، ولدت بغداد وتقريبا قضيت طفولتي ببغداد وبعدها انتقلنا لهولندا. فكبرت بأمستردام، درست بأمستردام، تعلمت الهولندي طبعا والإنجليزي. كنت طالبة متفوقة، فتقريبا 3 سنين من الجامعة عملتها بأمستردام، كان تخصصي International Business and Management. وبعدها سافرت لليو اس، عملت 1.5 سنة دراسة باليو اس. كان الفاكولتي هو انترناشونال بزنس. بعدها رجعت لأمستردام وبديت الكارير. فكانت أول بدايتي مع النيذرلاندز بريتش تشامبر اوف كوميرس، هي يعني غرفة تجارة. ومن خلال عملي شفنا إنه there isn't يعني chamber of commerce between هولندا والدول العربية، خصوصا دول الخليج. فبدينا بهذا المشروع و يعني organized a lot of trade missions. الشركات هولندية حابة تعمل بالميدل ايست، وكانت هذه تقريبا بداية عملي بين يوروب والدول العربية. فكنت أسافر كثير لدول الخليج، عملت trade missions بالكويت، بالسعودية، بالإمارات، تقريبا كل دول الخليج. بعدها انتقلت لندن وبدأ السبيشاليزيشن أكثر بالديجيتال ماركتينج. اشتغلت بشركات كثيرة، منها Meltwater اللي هي it's one of the leading software companies بالميديا مونترينج and analysis. عملت هناك between also London and Dubai، وكنت الماركتينج مانجر مسؤولة على الميدل ايست ونورث أفريكا. بعدها انتقلت واشتغلت بايجنسي، هذه الايجنسي متخصصه بالماركتينج اند كوميونيكيشنز، واشتغلت من خلال عملي كثير براندز او شركات من المنطقه. وكنت ايضا اشارك بكثير اندستري ايفنتس، ماركتينج فيستيفال، سوشيال ميديا سميت، كلها حتى انه شير النولج بين الويست والايست اذا تحب. When it comes to marketing, social media management, to digital marketing. عملت الأوبر، في أوبر كانت المسؤولة على the launch of their performance marketing strategy. وحالياً مع بداية الكورونا فيروس، وتعرف إنه نشتغل من البيت، you have more time to start working on your hobbies more than ever before. So that's when I launched my podcast. البودكاست حابة كثير الأصداء والبوزيتيف فيدباك اللي I'm receiving. الفكرة منه إنه نركز الضوء على الماركتينج وكوميونيكيشنز بروفيشنالز من الريجن، حتى إنه نسلط الضوء على الكامبينز اللي they work on، نسلط الضوء على what works and doesn't from a marketing perspective from a MENA perspective. ومن خلال الكارير يعني اشتغلت على كل الماركتينج شانلز، سواء كانت انفلونسر ماركتينج، SEO، AdWords، سوشيال ميديا، كلها تقريبا هذه المراحل مريت بيها. وأحب دائما يكون عندي لينك between my work والريجن والميدل ايست. فهي يعني بسرعة. شكرا. أنا بسرعة ما شاء الله ما شاء الله، عندك كارير ياسر ياسر. احنا فخورين بيك برشا فرح. You have a very very interesting career، وان شاء الله جميع النساء في الوطن العربي ينسوا على منوالك. نعرف ما بين هولندا والعراق والوطن العربي والمينا ريجن، قصه تشالنج نقولوا احنا التشالنجز اللي هم اللي يعملوا الابطال. بالضبط. أنا حبيت أشكر الدكتور علي، أستاذ علي صبكر اللي هو جمعنا، هو من نادي الاتصال الاجتماعي بالبحرين ونادي الاستشارة الاجتماعي العالمي، هو اللي عمل الجروب وإحنا قبلنا فيه. نشكره أستاذ علي، نشكره جميع رواد النادي، نشكر جميع الجروب نتاع المينا ريجن. حبيت نسلك نحكي شويه تونسي وشويه انجليزي. حبيت نسلك شو كيفاش انت تنجم تعرف how can you define an influencer that attracts brands. Is everyone having followers, having content, is always can be approached by brands, or there is a specific criteria, there are specific things that makes the brands want to go and look for him. تمام. أنا حاول أتكلم عربي باعتبار إنه الجمهور عربي، بس يمكن لهجتي شوية صعبة، العراقي شوية صعب، ف يعني sorry if راح يكون في كثير إنجليزي. بالنسبة لسؤالك، هو سؤال مهم إنه يعني كيف البراند select the right influencer for their campaigns. أكيد يعني ال selecting criteria ما تكون بس محدودة على number of followers. يعني مو أي شخص عنده عدد من المتابعين كبير على السوشيال ميديا معناته هذا راح يكون شخص مناسب إنه تشتغل البراند معاه ويعملوا كامبين. في كثير أمور لازم البراند تأخذها بعين الاعتبار، وفي كثير تولز تقدر تساعد البراندز إن هم يختارون الشخص المناسب. أول عدة عوامل، أولها إنه في يكون لينك بين هذا الشخص، بين الإنفلونسر وبين البرودكت أو السيرفيس اللي البراند حابة تعلن عنه. يعني مثلا في إنفلونسرز، إذا مثلا نتكلم على ميل إنفلونسر، رجل، واغلب الكونتنت اللي he creates is about cars and football and outdoors activities. اكيد if my product let's say product نسائي، اذا كان ملابس او ميك اب او whatever it is، اكيد ما في رابط بينه وبين جمهوره او متابعيه وبين هذه البراند. فأهم شيء إنه حتى لو كان عنده عدد متابعين أقل، لكن في شيء من الرابط الطبيعي بينه وبين البراند. يعني دائما البراندز اللي they do influencer marketing بطريقة صحيحة هم البراندز اللي build relationship مع الانفلونسر. يعني ما إنه أوكي اليوم نسأل أي انفلونسر إنه يعمل لنا بوست أو يعمل لنا فيديو and we publish that وخلاص، وبعد ما نسمع من يعني ما build that ongoing relationship، وبالتالي ما يكون الانفلونسر ماركتينج effective. الأثر factor المهمة إنه especially عندنا بالريجن في مصطلح يطلقوه على الانفلونسرز اللي يعملوا advertising مع أي براند وبأي وقت. اللي هم السوبر ماركت انفلونسرز. يعني اليوم كوكاكولا approaches them, they do an ad for them. بكرة تجي بيبسي كولا, they'll do the same. هذا غلط, لأن أنت مجرد using influencer marketing as another channel. If this is your approach, you can do social media advertising and it would be cheaper and you probably get better results. فالمهم بالموضوع أنه تفتهم شخصية الانفلونسر, تفتهم أنت كبراند وشخصيتك ومن اللي ممكن bridge between you and the target audience that you're trying to reach. ومثل ما قلنا إن في tools that can help you do this. يعني أنت you can do it manually if it's on Instagram. You can put keywords and you can find influencers when it comes to that. بس إنه في tools, some are paid, some are maybe free, بس the quality could be a bit compromised. لكن هم يساعدوك بالselecting process. Okay. Meantime, we're showing people your broadcast. This is the episode I did laugh a lot. You know, I don't know why, but it was very, very rich. And thank you again. I did listen to this, you know, 3 times. Okay. Wow. It's very well made, you know, episode. You know, it's when someone is doing a good thing, it's gonna be, you know, from the very beginning. When أنت بديت بقوة ما شاء الله, وحشجعك البودكاست. خلينا نحكي على البودكاست. ثم ناس يقول لك بودكاست اوديو اتس ايزي, يعني سهل جدا. شو يعني معناها بودكاست؟ معناها what's you know, but I think I'm gonna give you an answer there, that podcast is as much challenging as video making. So what do you think about that? طبعا اول مره شكرا على الفيدباك وشكرا على التشجيع. يعني it means a lot to me انه you value the content and you find it very useful, and this is يعني the purpose انه I create a platform for marketing people in the region or everyone who's interested in marketing, whether it's a platform to share experience, whether it's a platform to learn or get inspired. فالحمد لله انه this is resonating with you وان شاء الله with more people. بالنسبة للبودكاست, it's a different channel and it's one of the channels that you can, as a user, that you can use to consume content. المشكلة إنه تقريباً الآخر 5 سنين كان دائماً الماركتينج كوميونتي إنه حالياً everything has to be video and we have to focus everything on video. Now the podcast is increasing in popularity. For marketers, they all say, okay, now everything has to be audio. هي مو بهالطريقة. إنه إحنا كusers عندنا different lifestyles وعندنا خلال اليوم الواحد ممكن أكون عندي وقت وعندي الability إنه أشوف فيديو, لكن ممكن بعد ساعة حابة أعمل exercise أو حابة أطبخ مثلاً. فحابة إنه أعمل 2 things at the same time, فممكن أسمع للأوديو. فهي هذه الخاصية إنه الأوديو you consume it in a different way, the content you consume it in a different way. It's a more personal experience or more immersive. يعني البودكاست the beauty of it, الحلو بي إنه أنت it's a moment for yourself and you can combine it with other things. يعني it's great for multitasking. إذا أنت بالطريق وما حاب تسمع راديو ممكن تسمع للبودكاست, إذا أنت دا تتمشى بالبارك ممكن تسمع للبودكاست. فكل هاي الأمور تخلي البودكاست a very effective channel for content consumption. Now بالنسبة إنه إذا يعني السؤال part of it إنه الموضوع بسيط أو لا, لا هو مو موضوع بسيط. يعني هو ممكن ياخذ وقت as long as doing a video. يعني أنت البودكاست is as an audio is a mini show. It's like a mini radio show. فأنت محتاج القصة, محتاج الفكرة, محتاج يعني in my podcast أنا أعمل مقابلات مع مختصين بالماركتينج بالتسويق. فمحتاجة أختار المختصين بطريقة صحيحة, محتاجة أعمل ريسيرش عنهم وعن الكامبينز اللي they did. We work together on selecting the right topics, selecting the right questions اللي من خلالها أنه نقدم المعلومة بطريقة الصحيحة. فكل هذا الموضوع يحتاج وقت، زائدا أنت تحتاج أنه الفكرة كيف تقدمها، يعني you need a start, you need a middle and you need the end. فكل هذه الأمور تأخذ منك وقت، وأكيد مع الوقت أنه أنت راح تتعلم أكثر. يعني من بداية موضوع الأديتينج كان جديد بالنسبة لي، ما عمري عملت أوديو أديتينج، بس now I know how to do sound arrangement, I know how to bring two clips together. بس طبعا احتاجت وقت. فكل هذه يعني حتى بس ألخص الإجابة، الفيديو غير عن الأوديو، كل واحد له وقت معين، information is provided differently. زائدا لا هو مو سهل، خصوصا البودكاست مو سهل الماركتينج له، لأن إلى its own channels. عنا صديقنا فادي رمزي من مصر يقول لك great talk كريم فرح، وأعتقد أنت كنت ضيفة عنده في لايف. صحيح. كانت حلقة حلوة. شكرا فادي. It's very inspiring. You know, your podcast did inspire, my wife to start her own podcast, and she is right now at her second episode. لازم أسمعها. شنو المواضيع اللي تطرحها؟ أول موضوع أنا وياها نحكي على الديجيتال ماركتينج بصفة عامة. والبارح مشينا ضيوف عند صديقة عزيزة، هي مش انفلونسر، بس هي تعمل الباستي، تعمل حلويات في المنزل، تعمل تسويق على الفيسبوك على الانستغرام. وحكينا معها حكايه انفلونسرز والتيبس اند تريكس تعطيها الكوميونتي، هاو شي مانز تو كيب هير اتنشن اوف هير كوميونتي. اند اتس ريلي تشالنجينج، people think that influencers is now I have my cap, I'm beautiful, okay, people gonna watch me, people gonna follow me. It doesn't work that way. Yeah. It's really complicated. It's a whole work. It's industry exactly. ويعني سعيدة إنه أسمع إنه البودكاست الخاص بيا inspired other people, inspired your wife. إنه هي تعمل her own podcast. So all the best for her. Yeah, thank you. في الوطن العربي حتى في تونس there are very few podcasts. إحنا I think that من الريجن يحبوا حاجة more visual, more videos. When you search for a podcast in Arabic, you're gonna find very few. But podcasts are awesome, because when I go to work every day working, I have my headphone and I can listen to the podcast. I don't have to read. Before before getting my office, I have like 10-15 minutes of podcast. I did learn something new. That's how it works. Exactly. So. I love the podcast. I'm always on SoundCloud, and I أشجع الناس كل باش يكتشفوا عالم البودكاست، خاطر هو عالم آخر اللي فيه الصوت يعبر عن الفكرة، مش الصورة تعبر عن الفكرة. بالضبط، هي هذه الفكرة، إنه أنت ما تحتاج إنه تخصص وقت حتى sit down and listen to a podcast. You can combine it and you can make it work within your lifestyle. وبالنسبة للعدد البودكاست صح هو قليل بالريجن، خصوصا إذا تقارن باليو اس أو باليو كي مثلا، لكن في يعني increase. يعني قبل أول ما بديت look into podcasting بالدول العربية يمكن كان ما في أكثر من 60 بودكاست، ونصها تقريبا بالإنجليزي. اليوم لو تشوف حوالي في أكثر من 1000 بودكاست، وهذا رقم يعني ممتاز. السعودية الماركت is leading the way، يعني في كثير من البودكاست اللي تتكلم إذا عن السياسة أو عن الأمور الاجتماعية، أو حتى في كثير بودكاست تتكلم عن البزنس والانتربرنورشيب والستارت أبس. فاحنا يعني يمكن متاخرين حوالي 5 سنين in terms of podcast listenership بالريجن، لكن الاقبال دا يزيد، ويمكن الكورونا فايروس والوقت الناس اللي تقضيه بالبيت زاد من اقبال الناس على موضوع البودكاست. فهو هذا الحلو بي، انه كل ما الناس يعني تتعرف على البودكاستنج اكثر راح تستمتع فيه اكثر. ويمكن احنا لو تشوف للتاريخ الدول العربيه احنا عندنا القصه المخفيه يعني فولكلور تقريبا الحكواتي. فالبودكاست هي تقريبا نفس الفكره انه انت تسمع الشخص يتكلم على موضوع معين سواء كان هذا الشخص بمفرده او دا يقابل شخص اخر، لكن هي انه يتل ستوري ويكون الصوت هو المعبر الوحيد عنها. اكيد الحكوات. احنا عندنا مشكله اخرى ما اعرفش كان انت تتفقني ولا اللي احنا عندنا في الوطن العربي برشا ناس ادكتد فيسبوك. هو العالم بتاعهم يقتصر على فيسبوك، على النافذه الزرقاء دون غيرها. هناك ادمان. ما اعرفش انت عندك الارقام وعندك الرؤيه بالوطن العربي؟ اكيد يعني هي الفيسبوك از دومينانت بكثير من الدول العربيه، يعني سواء كانت ايجيبت، تونس، العراق. وفيسبوك الدومينانس اللي بيه انه هو تقريبا كل الاعمار موجوده عليه، يعني الصغار السن الشباب، لكن ايضا الكبار، يعني حتى اللي ممكن يكونون 50 و60 و70 متواجدين على الفيسبوك. يمكن بدول الخليج الموضوع شويه مختلف، الفيسبوك مو بهذا الانتشار الواسع. ممكن بالسعوديه مثلا الفتره طويله كان التويتر هو النمبر 1، بعدين اجى عندنا الانستغرام واللي هو طبعا بارت اوف فيسبوك، بس الانستغرام اتس ا ديفرنت اكسبيرينس يعني. والشباب اغلبهم موجودين على الانستغرام، وخصوصا لما فعلوا موضوع الستوريز فصار فيري فيجوال، والانجيجمنت مع الستوريز كان صارت حتى اكثر من الانجيجمنت مع البيكتشرز بالفيد. وطبعا سناب شات، والان عندنا تيك توك. فالفيسبوك صح هو الدوميننت، والفيسبوك يعني بدول مثل العراق يعني هو حتى هو الانترنت، يعني الناس when they are searching for something they don't search on Google which is a completely different user experience. مثلا هنا عندنا باليوكي انه انت الفيسبوك هو السوشيال ميديا تشانل، you don't use it to search and no, you use it to interact with your friends and family and you watch videos, but it's not your main source for information. بس عندنا يعني بكثير من الدول العربية هذا الموضوع، يعني بدولة مثل العراق I think it's 40 مليون عدد البوبوليشن، في أكثر من 36 مليون يوزر على الفيسبوك. واو. يمكن أكيد مو كلهم active بس you can يعني هذا يعطيك indication of how dominant Facebook is. بس ده يتغير مع الوقت، يعني بعدها موجودة لكن أكيد إنستغرام أخذ قبول أكثر، سناب شات، تيك توك، فيتغير مع الوقت يعني. صديقتنا ثريا ستلا قالت can you please talk about influence marketing and how to build a community also about nano influencer. السؤال انه النانو انفلونسرز how can they increase their community. Yes. هو كل البيج انفلونسرز that we see now اللي عندهم مليون بلس فولورز they actually all start with a few followers. يعني all influencers at some point of their time when they started out إنه كان عندهم فولورز محدودين على الأصدقاء والعائلة. الانفلونسرز اللي they did it right إنه هم يعني ركزوا على موضوع معين، إنه إذا مثلا كانت الفاشن هم بالنسبة لهم التركيز الأول إنه فاشن بيوتي، لازم يكون في يعني لازم يكون في consistency بالموضوع، إنه الانفلونسر ياخذها إنه this is my job. يعني إنه إذا أنت تعمل بوست اليوم وبعدين أسبوع كامل ما تكون متواجد وترجع تعمل بوست ثاني، أكيد ما راح يكون في consistency، فما راح يكون دافع للناس إنه follow you. فالconsistency شيء مهم جدا، زائدا الوضوح. يعني أنا شخصياً لما أحب follow someone على إنستغرام إنه أعرف what to expect، إنه أعرف الفائدة اللي راح توصلني. هل هي مثلاً موضوع أتعلم منه بالنسبة للستايل والميك أب والفاشن؟ هل هو موضوع ماركتينج؟ هل هو موضوع travel مثلاً؟ الناس اللي تكون عندها وضوح بالtype of content هم اللي ممكن build a community much more quickly. لكن الناس اللي تتكلم على كل شيء ما راح يكون عندها focus point، فالناس ما راح يكون عندها الحافز إنه they follow them، فالgrowth أو سرعة انتشارهم راح تكون قليلة. وطبعاً ال quality، يعني أنت you need to make yourself different. خصوصاً يعني يمكن ببداية الموضوع أول ما ظهر إنستغرام بالبدايات 2013 يعني البوم، كان في ما كان في منافسة كبيرة between الانفلونسرز، لأن يعني everyone could build a community. حالياً في زحمة يعني في everyone wants to be an influencer. ف if you don't have something special اللي يميزك عن ال 100 other fashionistas or the travelers or whatever it is، ما راح لأن الناس الموجودة على اليوزرز they already follow other influencers. فيعني you really need to find that niche اللي makes you different. وthrough that you communicate you build your community. Okay, let's start talking about the ethics now. The influencers know them; they look good. They are doing good stuff. There are influencers, mainstream products, food, and so on. There are niche influencers that also exist in Tunisia. I think that most of the influencers in Tunisia are about makeup and food, food and makeup. There are very small number of niche influencers in the sport, sport field, maybe travel. They are starting to grow really quick. So all those influencers. My question is, if you are a brand or you are managing the image of your brand, how do you work with with the influencer? Is this I mean, there is a lot of condition about that. It's gonna be a campaign. Can take weeks, months. What do you do usually? Do you really sign an agreement? Do you sign a contract? What kind of contract? Because I know this is it's all complicated. So does the ethics works its way by nature with those people, or we have really to make him sign documents? يعني أتمنى إنه هي يعني by nature وإنه everyone does the right thing وإنه الحياة سهلة تكون. لا للأسف، يعني that's far from it. أنا عملت كثير مع influencers. هي تفرق وتختلف من region لآخر. يعني عندنا هنا باليوكي مثلا everything is based on agreements. يعني process هي إنه لنفرض أنا عندي براند وحابة أعمل حملة إعلانات وحابة إنه أشتغل مع influencers معينين. ف ممكن قلنا إنه ممكن use tools اللي تساعدني بهذا الموضوع، وممكن I do the process manually. لنفرض أنا حددت 5 من الانفلونسرز اللي حابة أعمل معاها. الخطوة الأولى إنه هي due diligence، اللي ما أعرف ترجمتها بالعربي، بس إنه أنت تدرس هذا الشخص وتدرس الهيستوري. إنه هل مثلاً هذا الإنفلونسر كبر العدد متابعي بطريقة طبيعية أم اشترك فولورز؟ وتعرف أنت في كثير ناس اللي عندها حتى ملايين من الإنفلونسرز مشتريهم، وممكن بكل سهولة يعني إذا تكتب على جوجل باي فولورز على الإنستغرام ممكن بكل سهولة $20 ممكن تشتري 2000 فولور. زائدا التطور وصل انه انت تشتري بوت معروفه باسمه بالعربي، وهذا البوت ممكن يعمل الكومنتس زي يعني مثلا انت عندك بوست وبس 10 اشخاص عملوا كومنت على البوست، ممكن هذا البوت يعمل لك 500 كومنت if you want. فكبراند مهم جدا انه تعرف تاريخ هذا الانفلونسر واذا كان استخدم هذه الامور يعني دفع فلوس حتى يشتري الفولورز. اوكي ك يعني كرول ك نمبر 1 ثينج انه اي شخص اشترى انفلونسرز احنا ما نشتغل وياه لان هذا الفولورز مو جنوين يعني مو ناس فعلا يتابعوه لانهم حابين محتوى ولانهم يعني ار انفلونسد باي هذا الشخص. لا هو مجرد عنده فلوس وحاب انه يكون مشهور فكبر الفولوينج بهالطريقه. فبعد ما عملنا الدو ديليجنس وبعد ما عرفنا ايضا انه الشخص هذا كيف هي آراءه، يعني في فضايح كثيرة عنها إنه يعني حتى بالبودكاست إذا الناس حابة تسمع عنها، محمود ضيفي مثلا اتكلم على كان في إنفلونسر كثير كبيرة بأحد دول الخليج وعندها محب يعني متابعين كبار أو كثيرين، لكنها طلعت سوت مرة فيديو اتكلمت بيه عن الناس اللي تشتغل بالبيوت وإنه طريقة التعامل، وكان يعني الفيديو كان المسج فيه مو إنساني، خلينا نحطها بهذا التعبير. فطبعا الموضوع كبر وأخذ حتى كثير من الصحافة العامة تكلمت عنه. فبعدها الشركات اللي كانت تعمل إعلانات مع هذا الشخص سحبت إعلاناتها وسحبت كل التعاون بينهم. فإذا إنه أنت يكون عندك معرفة تامة بالإنفلونسر اللي you want to work with، ومن بعدها تبدي تشتغل معاهم على الكامبين اللي أنت حابها. الكامبين طبعاً أكيد راح يكون في agreement، يعني الagreement أو العقد تحدد بنوع الكونتنت اللي انت حابهم ينتجوا للحمله، حاب يكون فيديو، حاب يكون ايمجز، كم عدد الفيديوز او الايمجز، كيف حاب تكون الطريقه اللي يقدم بها المنتج. كل هذه الامور تتفق بها مع الانفلونسرز. في موضوع ثاني، الانفلونسرز في كثير منهم يعني let's say commercially oriented، فهم when they do cooperation مع براند they post it once وبعد أسبوع ممكن يشيلون البوست لأن هم ما يبون إنه الفيد يبين إن هم في كثير عندهم ads. فأنت كبراند ممكن تحدد هذا الموضوع، ممكن تقول لا I want my post to stay there. فيعني it's business at the end of the day and you don't want to leave things بدون يكون لها يعني ورقة وقلم ومحددة إنه what are the rules, what is the agreement and who is responsible for what and who's accountable for what. يعني مثلا في بالكويت أحد الانفلونسرز عمل يعني also now الكوبريشن مع البراندز تخطط إنه مجرد post أو فيديو. يعني في كثير influencers now they have their own fashion line اللي they worked on together with a brand or lipstick line. هذا الانفلونسر بالكويت عمل منيو مع أحد المطاعم. ويعني while هم دا يعملون promotion لهذا المنيو راح عمل إعلان لمطعم ثاني منافس للمطعم اللي هو عمل معه. أوكي. فيا يعني you can't الethics ما راح you need يعني you need agreements. The bottom line إنه لا you need to have أنت كبراند مانجر you need to have good understanding, you need to have a clear vision والagreement اللي هي تساعدك إنه make sure إنه people will comply. وايضا بالنسبه للانفلونسر يعني مو بس هم الانفلونسرز لازم يكون عندهم ethics للبراند as well. يعني مثلا بالريجن في كثير براندز تتاخر بالدفع، يعني انه الانفلونسر يعمل اللي عليه ويخلص الكامبين لكن البراند تتاخر بالدفع. فهذا ايضا موضوع لازم البراندز تاخذه بعين الاعتبار، فهي من البوث سايدز. شكرا زينب، صديقتنا زينب المكي تسال كيف اعرف انه هو اللي هو اشترى فولورز. قلنا ثم تولز tools and social media listening tools that you can know how he تعرف الكرش اللي هو اشترى متابعين ولا لا. اوكي سؤال مهم، والطريقه سهله جدا انه في tools موجوده على، يعني اذا تروح على جوجل وتكتب check influencer followers في كثير tools راح تطلع، تختار اي احد منها. ممكن حتى كثير من هذه التولز مدفوعه، يعني انه لازم يكون عندك لايسنس لان هي بالنسبه للبراندز. ففي ايضا تولز تكون فري وممكن تكتب اسم الانفلونسر وراح يعملون دراسه على الانفلونسرز. ويوجوالي وات يو سي انه مثلا بشهر مارس هذا الانفلونسر كان عنده فقط 100 فولوور لنفرض، وبشهر ماي الارتفاع حاد، يعني it's an increase 1000%. ف once you see هذا الترند، once you see هذا ال upward pattern، معناته انه هذا الشخص اشترى followers. وبالنسبه للكومنتس as well، فالطريقه اللي تقدر exactly، فالطريقه اللي تقدر انه تعرف بيها انه تستخدم tools اللي تساعدك بهالموضوع، لان manually اذا يعني بس تنظر العدد الفولورز على انستغرام مثلا ما راح تقدر تعرف. اوكي شكرا. هو في تونس ولا تحت نظري ثم طرق اخرى بشاشه الفولورز اللي ثم هي الطريقه رحنا ندور كثيرا اللي يكبر فيسبوك بيج ولا انستغرام اكونت ولا يوتيوب شانل يكبروا وبعد يبيعوا اكثر من الناس. هذه زاد but even that way you can't really ما تعرف اسكو جينوان ولا، خاطر هو عنده فولورز بريثم واضح معناها. sometimes yeah you can't tell if it's genuine or not. exactly يعني هو هذا شيء متبع، يعني انه مثلا أنا أحب الفوتبول let's say، وبنيت community لأني أتكلم دائما عن الفولوينج، وبعدين تجي مثلا مجلة معينة أو أي شخص حاب إنه يكون إنه يشتري الكوميونتي. فهذه يعني طريقة متبعة، بس هي إنه بالضبط إنه كيف بنوا هذا الكوميونتي، يعني هل هي فعلا إنه الفولورز interested بالكونتنت وthey are engaged وحابين يتابعوها فلذلك تابعوها، أو إنه يعني المشكلة بموضوع شراء الفولورز إنه أنا كيوزر ما أعرف إنه أني following هذا الإنفلونسر. يعني أنا مرات مثلاً على التويتر يمكن I'm following 150 شخص give and take، إذا أرجع بعد أسبوع أشوف على يعني فجأة إنه I'm following 170 شخص like I don't remember following anyone. فلما أروح وأتشيك أشوف إنه I'm following ناس ما أعرفها حتى. ف that's how it works، هم they make you automatically follow people. والمشكلة أيضا إنه because you don't know these people فأنت ما راح engage مع their content. فيعني مجرد رقم، يعني مجرد يشوف إنه it's a big page or a big influencer لكن engagement is zero. okay. هديل مرحبا. هديل what if the influencer is affected by Instagram algorithm, does the brand understand this? يعني ايه هو طبعا Instagram keeps changing its algorithm. يعني حتى لو you go to explore now تشوف انه هم they are showing you content more necessarily based على your the people that you follow. They also show you content based على ال يعني what's trending. فأكيد البراندز يعني they are aware of it. وهي هذه ال difficulty with digital marketing in general. يعني قبل on Facebook كان very easy إنه مثلاً أنت عامل بوست وأنا عامل له لايك يعمل إنه هو يخبر كل الكوميونتي إنه فرح عملت لايك لبوست عامله عبد الكريم. هذا الموضوع قل لأن حالياً they want to prioritize advertising, they want to prioritize certain trending themes. فيعني واحدة من الأشياء اللي ما أعرف إذا البراندز يعرفوها، لكن واحدة من التريكس اللي يعملوها الانفلونسرز لنفرض في واتساب جروب 50 انفلونسر يتجمعون فيه، وواحدة مثلا عندها كامبين، فهي تخبرهم إنه عندي حاليا كامبين حتى يروحون ويعملوا لايك ويعملوا كومنت. فهذا تريك الالجوريثم، يعني الالجوريثم ما راح يعرف إنه اللايكس والكومنتس جايين من ناس تعرفهم هذه الانفلونسر، فبهذه الطريقة دي تريك الالجوريثم. فيعني كل ما يصعب الموضوع كل ما الانفلونسرز والبيبل ان جنرال get creative and finding a way around it. بس هي اكيد انه الجود كونتنت الكواليتي كونتنت in the end of the day will get the exposure it needs اذا كان هو برايت channel. بس انه اكيد وخصوصا now انه Instagram is hiding the number of likes. فهذا أيضاً it's gonna be interesting to see how that will impact influencer marketing in general. Exactly. هديل سؤال آخر عن هديل. Do you agree that if influencer pitch the brand? That's a question. They pitch the brand? يعني they promote the brand? Yeah. They go to the brand and make a pitch to offer them their services. اوكي اي في كثير influencers do it this way وفي كثير scandals. يعني في وحده من البيج influencers بالUK sent an email I think يعني big hotel chain ما متأكدة إذا هي الشيراتون أو الهيلتون، والapproach كان شوية إنه أنا إنفلونسر وعندي متابعين وأنتم محتاجين هؤلاء المتابعين، فأم thinking of spending 1 week of your hotel. I want king suite or whatever and I want sea view. فيعني كان عندها شروط إنه حتى تجي للأوتيل وتعمل فيديوز وتعمل. فهي yes هم influencers now. يعني for a lot of influencers الموضوع صار it's a job. That's where يعني that's where they get their income. Usually an influencer اللي has real following or has real influence doesn't need to pitch to brands. البراندز هم راح يجوا لعنده لأن هم عارفين إنه راح يساعدهم to reach their audience. لما الموضوع ينقلب لما أنت تعرض خدماتك في دائما question mark إنه how come يعني إنه أنت في هذه الحالة إنه ما في brand approaching you so you need to pitch yourself. Usually أنا الانفلونسر اللي reach out to me to promote my brand I don't normally work with them unless يعني there is a good reason. بس يعني من الموضوع ينقلب في دائما question mark. Okay. صديقنا صفير قال I love the Shashia choice. I think Shashi is North African. ما تمشي الخليج. عطكم شاشية. إحنا في شيء يسموه السدارة، هو أسود ويكون يعني مو دائري مثل هذه، بس أنا اللون حبته البرغندي. Very nice. Very popular في شمال أفريقيا وخاصة وحتى في السنغال والتوغو والبنين في دول أفريقية. حلو. تونس أول مصدر الشاشية في المنطقة. أول مصدر، تمام. سؤال آخر ما عند فرح وعند هديل. هديل I think it's someone who is going to become an influencer. These groups are spreading lately. I think it works for me and agreed with the real content will get engagement. Yeah, she's good with you. Great. So the other question, we have still other questions for you. Okay, this is very specific. وين هم شو حال الانفلونسرز وطن العربي؟ حسب يعني انت بالدول العربيه اذا نقسمهم يعني كريجنز، انت عندك دول الخليج وعندك نورث افريكا زائدا ايجيبت واكيد الشام. انا شخصيا اشوف الانفلونسر ماركتينج متطور جدا دول الخليج. يعني الانفلونسر ماركتينج تقريبا غطى على كل الماركتينج شانلز الاخرى. فيعني في كثير كرييتيف انفلونسرز، في كثير انفلونسرز، يعني الماركت از ريلي كونجستد، يعني في زحمه كبيره بالموضوع الانفلونسر ماركتينج بدول الخليج. والموضوع مثل ما قلنا قبل شويه بهذه الدول تخطى مجرد انه بس بوست اور فيديو. يعني الانفلونسر ناو they launch their own fashion lines, they launch their own makeup lines. فيعني الانفلونسرز have become brands on their own. والماركت صار بشيء من ولو طبعا اكيد بعدنا early stages في شيء من الريجوليشنز. يعني بالامارات مثلا الانفلونسرز now have to be registered and have to I think in a way pay tax or at least show انه the brands they're working with انه there is some transparency. لكن بنفس الوقت because it's such a popular channel المنافسه كبيره والموضوع الأثكس شوية compromised. يعني مثل ما قلنا إنه في موضوع السوبر ماركت influencers إنه they collaborate with everybody and anybody بدون ما يكون فعلا الحب للبراند اللي هم عاملين لها الإعلان. مصر موضوع الانفلونسرز now is يعني increasing، يمكن شوية بالبداية كان أقل. بنورث أفريكا من متابعتي يمكن الجزائر قليل بها الموضوع. يعني الجزائر ما شفت في كثير براند كولابريشنز مع انفلونسرز. يمكن وأنا اشتغلت على انفلونسر كامبين بالمغرب ويمكن مع دول نورث أفريكا إن أنت يو هاف الدياسبورا الكوميونتي اللي عايش بفرنسا مثلا او دول اوروبا الساذرن يوروب اللي في عندها كثير مواطنين عايشين، فهم يمكن as well effective in influencing the people back home. وكثير من البراندز تتعامل مع مثلا شخصيه تونسيه بباريس influencer in Paris and بس actually the campaign is targeting North Africa. يعني you have that level or you have that standard as well when it comes to influencer marketing. هل هو السؤال فيه من ضمن الأسئلة الآخرين قاعدة ثم الدول لا تقبل انفلونسرز في الدول العربية؟ ما فهمتش علاش. يمكن أسباب، يمكن الانفلونسر يظهرهم نوع من البذخة والحرام أو نعرفش. I listen to them. Why there is see countries that don't accept it, that are bold, that don't accept influencers. Accept them من أي ناحية؟ Yeah, accept in the you know in the field of digital marketing, in the field you know of social media. I mean in the landscape, in the social media landscape. Okay. Like, يعني أنا شخصياً بالعكس أشوف في كثير تقبل للإنفلونسرز بالدول العربية، خصوصاً مثل ما قلنا دول الخليج. يعني عادي جداً إنه أنت تشوف براندز تعمل مع إنفلونسرز. وفي يعني بالنسبة للبراندز بالدول الخليج إنه تقريباً 70-80% من البادجت يروح على الإنفلونسر ماركتينج. واو. بوحده I think بأول episode كان مع عامر اللي هو يعمل صاحب agency بدبي، هو خبرنا عن هذا الموضوع إنه بالعكس الانفلونسر ماركتينج is so popular انه البراندز يخصصوا له النسبه الاكبر من الماركتينج بادجت. يمكن ببعض البلدان الاخرى اللي الموضوع وين الموضوع بعد شويه جديد في هذا الخوف، ويعني ما في الفهم الكامل انه اذا عملنا مع الانفلونسر كيف راح تكون الاصداء، هل الناس راح تتقبل، هل working with the influencer راح يعطيني ال results I'm looking for. و by the way يعني ال influencers now يعني are playing a big role in يعني the way the content is consumed. يعني مثلا بفنلندا مع بداية أزمة كورونا بعد ما شافوا إنه أغلب الشباب they get their information from social media and from the influencers they follow، فهم اعتبروا الانفلونسرز blue key workers، يعني مثل كموظفين حكومة، يعني يساعدون إنه ينقلون المعلومة خصوصا للشباب، للناس اللي كبرت والسوشيال ميديا هي يعني موجودة، والسوشيال ميديا is part of their life. بس بنفس الوقت influencers يعني اتهموهم أيضاً ب spreading misinformation. يعني كان في سكاندل على أحد الانفلونسرز اللي claimed إنه هي عندها الدواء لموضوع الكورونا. فالموضوع الانفلونسر ماركتينج يعني بعد صناعة جديدة. صح انت عندك يعني different maturity levels مثل ما قلنا، في دول already تتعامل مع الموضوع لمدة طويلة، في دول بتتعرف على الموضوع، لكن هو لا يزال يحتاج كثير من الدراسة ويحتاج كثير من القوانين حتى تحدد عمل الانفلونسرز. Okay. That's amazing, you know, when you see the number we have in Tunisia of influencers, it's I can't tell you, there are hundreds and hundreds, and they all, you know, having business all day. And as you said, you know, there is, especially the brands, you know, around, you know, makeup and fashion, they most of the budget goes straight to those influencers. Yeah. Okay. But I think that, you know, I did see influencers coming from the West, coming to the MENA region, you know, getting, you know, called by brands, but I did see very, very few or known examples of, you know, MENA region, you know, Arabs, you know, Arab, you know, influencers being brought, you know, to the international level from brands. What do you think about that? هو يعني الطبيعي إنه أنت the point إنه a brand works with influencers إنه هذا الانfluencer build a community based on the content they provide وإنه the people like their content. فيعني الكونتنت إذا مثلا الانفلونسر يتكلم عربي والتارجت اودينس أو متابعيه هم من دول عربية، فصعب إنه هذا الانفلونسر يكون عنده فولوينج بدول أخرى، فبالتالي بالنسبة للبراند ما راح يكون الموضوع انترستينج إنه يتعاملون مع شخص هو ما معروف بالنسبة لهم للتارجت اودينس. يعني هذا against فكرة إنه أنت تشتغل مع الانفلونسرز، لأن البراندز تشتغل مع انفلونسرز لأن هم already عندهم audience، وهذا الانفلونسر يساعد البراندز إنه يصلون للأودينس. فإذا تقلب الموضوع وتأخذ هذا الانفلونسر وتوظفه حتى يتواصل مع audience هو ما يعرفه، فما راح الموضوع يكون effective. كان صار في بس بالنسبه انه يجون انفلونسرز من الوست، يعني اكيد مثلا انت عندك هوليوود والدوميننت الكلتشر، فيعني في عندهم فولوينج عندنا بالريجن، لكن مو العكس. لكن فرح فيه انفلونسرز من ساوث كوريا، من امريكا اللاتينيه، اللي وصلوا ليفل انترناشونال ليفل. ما في، ليس هناك ديماند، ليس هناك قبول على الانفلونسر العرب للاسف، ولا حتى لما باش يعملوا كامبين على نورث افريكا يجيبوا انفلونسرز فرنسي. انا كنت الحكايه خاطر الحكايه ذا ستوري از ريلي ديد نو مارك مي وزاره السياحه التونسيه في 3 سنوات فاتوا ولا 5 سنوات ما نتذكر، باش يعملوا كومبين لتحسين صوره تونس، صوره تونس ودعم السياحه. يكلموا وكاله انفلونسرز في باريس، وباريس يجيبوا 6 انفلونسرز من دول مختلفه باش يحوصوا في تونس. لكن لما فرنسا تحب تعمل كومبين لجذب السياحه من الدول العربيه والمنى لفرنسا، هي تبقى تستعمل نفس الانفلونسرز من فرنسا. صح، هي يعني هو طبعا اكيد في عقده الاجنبي موجوده الفكره، اكيد موجوده، بس انا ما اشوف يعني بالنسبه لموضوع وزاره السياحه بتونس I think they did the right thing. يعني انت الفكره او الهدف ان هم يروجون لتونس للجمهور الفرنسي، فانت من الضروري ان تتعامل مع شخص الى تاثير بالجمهور الفرنسي، فانه ما ممكن او اتليست ما راح الموضوع ما راح يكون فعال لو تعاملوا مع انفلونسرز من تونس وقدموهم للجمهور الفرنسي اللي هو ما عنده فكره عندهم. فبهالحاله انهم لازم اولا يتعرفون على الانفلونسرز، زائدا يتقبلون المسج من عندهم انه تونس بلد جميله ولازم يجون ويعملون سياحه فيها. فانا اشوف بالعكس اي ثينك ان هم يعني وزاره السياحه بتونس كانت براكتيكال واختارت ناس اللي لها تاثير بالريجن. لكن صح لما تقلب الموضوع، يعني انه فرنسا اذا هي فعلا حابه يكون لها تاثير بالجمهور التونسي، انه انت تتوقعهم انهم يشتغلون مع انفلونسرز من تونس، بس هم اكيد يعني هذا انه European وفي شيء من موضوع إنه superiority، فأكيد their selection went for French influencers. Yeah, the question is that وزارة السياحة never have did call any Tunisian influencers. That's why everybody was mad about that. Okay, no, there needs to be a balance, يعني أكيد. Yeah. Yeah, and they did contract French agency. That's what make all agencies in Tunisia mad. It was a huge فضيحة كبيرة. And the words that the influencers they brought, they were very nano influencers. Nano, like one of them that have 2,000 subscribers in her YouTube channel. So هذه يعني السلكشن في خلل يعني. هذا كان انا السؤال الاول، الكريتيريا نتاع السلكشن نتاع الانفلونسرز مهم جدا طبعا. مش سفيان I agree with you about yeah. شكرا سفيان. But Soraya is still have an interesting question. What do people with the silly content get more followers and then people sharing interesting high quality content? This is a fact. How can we explain this? And I got before I jump to answer my question, in your podcast, are you using simple tools, or are you using a professional microphone and set? Professional, يعني ما عندي invested in a headphone that is يعني specially used by podcasters. وأكيد the other tools يعني حتى the hosting podcast tool more free. يعني it's something I pay for. حتى make sure إن هما they look after everything. وطبعا اكيد الاديتنج تول انا استخدم ماك، فماك فيها اديتنج تول، يعني حتى الفنانين يستعملوه لما يسجلون ميوزك. فهو yeah if you use cheap equipment and free like SoundCloud free hosting service, will this affect the quality of your podcast? هي يعني اكيد راح افكت الكواليتي، يعني اي شيء هو فري ما راح you can't expect much. بس في حاليا when I mean quality, I'm not referring to the quality of the sound or the quality of the focus. I'm thinking of the quality of the content itself. لا ما يأثر، لأن ال quality of the content itself أنت تحدده. يعني أنا اللي أحدد المواضيع، أنا اللي أحدد الضيوف، أنا اللي أحدد الأسئلة. فسواء كنت أدفع للتولز أو أستعملها for free ما راح يكون إلها تأثير كبير على الموضوع. لكن الدليفري يعني أنت ممكن يكون عندك أحسن كونتنت، لكن إذا مثلاً الكواليتي أوف ساوند مو صحيحة الناس ما راح انجوي الإكسبرينس، فهذا بالتالي راح يأثر على الكونتنت. فهي يعني كل هذه العوامل لازم تكون واحد يكمل الآخر يعني. باي ذا واي في أنت أيضاً في different type of podcasts. يعني أنت في البودكاست اللي تعملها بمفردك كشخص وتتكلم ممكن إنه الموبايل يكون كافي يعني. حتى وناو الكثير من الشركات تستثمر بموضوع البودكاستنج. يعني سبوتيفاي يمكن أنتوا تستعملون أكثر ديزر بشمال أفريقيا، بس سبوتيفاي هو واحد من أكبر الميوزك ستريمينج، وفيها موضوع البودكاست موضوع مهم. هم أطلقوا أنكر اللي هو بلاتفورم يساعدك إنه تعمل الريكوردينج وتعمل الأديتينج وتعمل الديستريبيوشن كله within one platform، وهذا البلاتفورم free of charge. أنا شخصيا ما استعمله لأن البودكاست عندي مختلف، أنا عندي interviews فأحتاج editing tool وأحتاج أشياء ثانية. ف يعني حتى أجاوب هذا الشق من السؤال إنه ما يأثر على الكونتنت itself from يعني كفكرة وكبناء الأسئلة وكل هذه الأمور، لكن ممكن يأثر عليها بطريقة الدليفري والبرزنتيشن. والطول أذكر يصني السؤال متاع سوريا، why do people with silly content get more followers and then people sharing interesting high quality is a factor. يعني هو هذا موضوع إنه الناس most يعني ما نريد نعمم، بس الناس حابة الأشياء اللي هي لايت، الأشياء اللي ما تحتاج تفكير، الأشياء يعني السوشيال ميديا كثير من الناس بالنسبة لها هو موضوع انترتينمنت، فهم حابين إنه يشوفون فيديو مضحك أو صورة مضحكة أو أشياء سيلي. يعني حتى لو نشوف التيك توك مثلاً، يعني التيك توك بدايته أو لا يزال يعني إنه ناس تعمل فيديو بسيط، يا أما ليب سينكينج أو يعملوا مقاطع صوت من فيلم معين وهم يمثلون، يعني لأن هو هذا سهل الانتشار، لأن كونتنت أول مرة أولاً سهل إنه you produce this content، وتسهل للناس إنه تتفاعل معه، إنه شيء سهل يضحكني ف I share it with other people، other people share it with other people فيصير viral. بينما أكيد صح يعني مثلاً إذا حتى نشوف لنفرض إحنا مثل الويبينار اللي عامليه حالياً، ما أعرف كم عدد المشاهدين، لكن لو تعمل نفس الويبينار مع مثلاً مطرب أو ممثل المشاهدين راح يكون أضعاف. هي هذه يعني إنه الانترتينمنت السهل اللي الناس ممكن كلها تتفاعل معه هو اللي ياخذ رواج أكثر يعني للأسف يعني. بس لايف يعني. بنا قاسية في الحاجة الصحي. نرمين صفر هي راقصة تونسية كانت تعمل لايف كل يوم، وصلت رقم قياسي اللي هي عندها وصلت 100,000 مشاهد في اللايف نتاعها. هي ايش تعمل شو سوري؟ هي تعمل رقص. اوكي يا سي يعني بيكو حابين يعني يفرفشون خصوصا بهاي موضوع الكورونا فيروس. ف هي عملت انا حاجه بايخه، دخلت هي stay home I'm gonna dance for you that's the whole thing. حلو انا شفت يعني انه يو وهذا بحد ذاته ايضا content creation يعني انت bring an entertainment to people when they need it. Exactly. It's great in a way. Amani Burawi, do you think influencers deserve the high salary they get from collaborating with brands? يعني هو هذا it's a very good question. وهذا question everyone that works with influencers يعني question the value that influencers bring to the brands. أكيد يعني في حالات لا طبعا ما الموضوع ما justify شو كلمة justify تبرير يبرر so thank you إنه يبرر. يعني واحدة من الأشياء عملوا كريس جينر من عائلة كيم كارداشيان عمل بوست مجرد بوست واحد على نوع من الشاي اللي هو يساعد على الدايت على التضعيف. وطبعا من تكلمنا بالبداية على موضوع مهم اللي هو البراند وفي لينك مع الانفلونسر ومع متابعي الانفلونسر. طبعا ما كان في هذا اللينك أبدا، فالبراند حتى أرسلت الكتابة اللي كان المفروض يكتبها تحت البوست ودفعوا لها أصور حوالي $1,000,000 يعني مبلغ خيالي. $1,000,000 اندفعت له، وحتى ما تعب نفسه إنه يقرأ الكلام، يعني لو الكلام إنه هذا الشاي يساعدك على التضعيف إلى آخره، قبل هذا السطر كان في سطر مثل تعليمات لكريس إنه بوست هذا السطر مع هذه الصورة. هو عمل بوست لكل الجملة، فالناس تقرأ إنه بوست هذا السطر مع هذه الصورة، هذا الشاي يساعدك على التضعيف. وأكيد يعني ما أحد اتفاعل مع هذا الإعلان وما أصور أحد اشتراه. فيعني البراندز اللي ما تفكر بموضوع إنه أوكي راح أدفع كل هذه المبالغ بس شو هو المردود، يعني كم من الناس راح تشتري البرودكت، كم من الناس راح تتفاعل، هذا راح يساعدني مثلا أدخل ماركت جديد أو فئة جديدة من الناس. أكيد يعني في إنفلونسرز كثير أكيد الأرقام اللي ياخذوها ما مبررة أبدا، ومع الأسف في إنفلونسرز لأن البراندز تدفع لهم بدون ما يكون في تفكير بهالموضوع. يعني في أحد الإنفلونسرز حتى ما التعب نفسها إنه ترسل لك الأناليتكس، يعني لما تعمل كامبين تشوفك الانجيجمنت ومن أي بلدان وأعمارهم وكل هذه الأمور، حتى ما تحاول تعب نفسها إنه ترسل لك سكرين شوت، لأن إنه والله أنا عندي 1,000,000 فولورز. إذا حاب get access to them, you work with me and I'm not gonna do much for it. وتأخذ مبالغ كبيرة. أنا بالنسبة لي هذا مو مبرر، ولو عندي كامبين أكيد ما راح أشتغل من هذه النوعية من influencers. لكن أكيد في influencers لا هم professional وهم they make sure إنه they help the brand they work with إنهم they succeed and they get the results they want. Okay. فيها زينب قالت how to partner with Instagram influencers when my brand is not well known, how convince them to collaboration. أنا زدت نضيف حاجة للهدية. Sometimes the big influencers they don't like to deal with some brands because they are unknown or small or from this country or this country. Yeah. Is this part of the ethics of the influencers? لا يعني هي اختيار. يعني أنت إذا أنت influencer وبنيت community كبير، فأنت من حقك إنه تكون يعني تحاول تحافظ على following، تحاول إنه تعمل مع brands اللي تحس إنه هي قريبة لشخصيتك، تحس قريبة followers. فلا يعني أنا ما أشوف بيها مشكلة إنه الانفلونسر يكون عنده فيجن بنوعية البراندز اللي حاب يعمل معاها، يعني ما أشوف بيها مشكلة هذا الموضوع. بالنسبة للسؤال ممكن إجابتين، يعني إذا أنت براند وعندك بادجت البيج انفلونسرز راح يساعدون انه تنتشر البراند بطريقه كبيره، لكن اكيد هم يطلبون سعر عالي، فهذا usually we don't have that big of a marketing budget، فيعني هذا نخليه على جنب. ممكن الاستراتيجي انه انت تحددين مايكرو انفلونسرز يعني بدل ما يكون انه اعمل مع شخص عنده 500,000 فولوور ممكن اعمل مع 5 أشخاص عندهم 10,000 فولوورز او بهذا الرينج ويكونون ويطلقون الحملة بنفس الوقت، فالكل يستفاد من الفيزيبيليتي والاكسبوجر، وبهذه الطريقة راح يساعدون البراند انه تكون معروفة اكثر. والمايكرو انفلونسرز لانهم حابين انه يزيدون عدد متابعينهم، فهم يكونون مستعدين اكثر انه يتعاملون مع براند صغيرة. فممكن انه يكون هذا الابروتش، تكون هذه الاستراتيجية انه انت تختار العمل مع انفلونسرز اقل، يعني متابعيهم اقل، لكن تعمل مجموعة وتعمل معهم بنفس الوقت، فهذا اللي يساعدك على اكبر على الانتشار. بس طبعا لازم يكون الانفلونسرز لهم علاقة يعني بطريقة ما مع البرودكت، مع البراند. اوكي، فيها لو تسمح فيها ستارت اب تونسيه اسمها بوست تيني، هي بالتونسي تجيب بوست تيني من بوستي حالي يعني بوست تايني. بوست هي بلاتفورم تاع افلييشن في المايكرو اند نانو انفلونسرز. هذه ستارت اب تونسيه تاع اصدقائنا وناجحه حد الان، واللي تستقطب البراندز الصغار والبراندز ما عندهمش بادجت والمايكرو والنانو انفلونسرز. Great. So يعني marketplace they connect brands مع influencers. Okay. That's awesome. Exactly. Hello. It looks good. Yeah. It's easy refreshing. سؤال صفيان، صديقنا صفيان. This is a tricky question. How can you benchmark the benefits of influencers? Do you use any kind of metrics? Is there the market some kind of, I don't know, paper to fill in and say the campaign was this good, this bad? It's tricky. It is tricky. Here, يعني there are ways to measure the performance. الموضوع كله يعني based على الجول. يعني إذا أنا if my brand is a new brand وبالنسبة إلي مهم اللي هو البراند awareness، الانتشار أولاً، فالطريقة اللي أنت ممكن evaluate الperformance أن تشوف عدد اللايكس، عدد الكومنتس، عدد المتابعين اللي started يتابعون البراند بعد ما تعاملت مع الانفلونسر. كل هذا تقدر انه بسهوله انه تستخدمه كطريقه انه تراجع بها الافكتيفنس اوف ذا كامبين. اذا الموضوع يتخطى انه مجرد الانتشار، اذا انت محتاج، اذا انت الكامبين التارجت من عندها انه هو سيلز مثلا، انه حابه الانفلونسر الفلانيه تعمل لي سيلز، تعمل لي كامبين على شامبو معين وحابين 10% increase sales، فانت راح ممكن بطرق مختلفه. يعني ممكن الانفلونسرز they share a link، وهذا اللينك يكون مختص يعني خاص بهذا الانفلونسر، وانت تراك المبيعات اذا كانت المبيعات اونلاين. اذا كانت المبيعات اوفلاين فالموضوع اكيد اصعب، لأن أنت يعني it's hard to connect betweenهم. لكن أنت ممكن أيضا إنه تعمل مع influencer واحد بوقت معين وتشوف إذا هذا العمل ساعد إنه يكون عندك uplift بالسيل، فأنت attribute the uplift to working with the influencers. فيعني هو الموضوع كبير وحسب البراند. يعني في براندز عندها a whole system and they track everything and they make sure that when they work with influencers they know what the return on investment is. وفي موضوع مثلا ايضا حسب الموضوع، يعني اذا انت working with influencer حتى promote مطعم and the promo code، فالناس تجي وتقول انه عندي promo code من احمد مثلا، فانت ممكن تستعمل هذه الطريقه ان تشوف اوكي كم زبائن اجوني استعملوا برومو كود احمد. فيعني في طرق، لكن هي الموضوع مو سهل، وكل ما يعني كل ما كان الموضوع اوفلاين اونلاين، كل ما كبر الكامبين وانت اشتغلت مع عدد من الانفلونسرز، كل ما كان موضوع تتبع الريزلتس بشيء من التعقيد يعني. بس ممكن يعني في كثير من الشركات make sure انهم they evaluate and optimize performance. اوكي فيه صديق لي ديجيتال ماركتينج عملوا تجربه سهله برشا مع انفلونسرز. الانفلونسرز did communicate about a product that was not displayed on their website, that was not displayed in the window shopper, it was nowhere. So the customer they get to the magaza, get to the shop, they have to ask for the specific brand and you know the product. And wow. The result was they get there was no any unit left in few days. Amazing. You know, the amazing, yeah. So it's working. That's what I want to tell you. Yeah, definitely. I mean, influencer marketing has proved its value. يعني it works for sure. أنا عملت influencer marketing campaigns اللي كانوا really successful وساعدونا إنه إحنا achieve better sales, better brand awareness. فأكيد يعني لو influencer marketing ما في value or doesn't bring value للadvertisers ما راح كان يعني يستمر. لكن الموضوع انه مو كل الانفلونسرز effective ولا كل البراندز know how they work with influencers and they don't know how to pay the right price for the right influencer. يعني كان في واحدة من الانفلونسرز I think هنا باليوكي عندها أكثر من 2 مليون followers وكانت حملة انه يطلقون تي شيرت لأحد الجمعيات الخيرية واللي يشتري التي شيرت تقريبا 50% من السعر يروح للجمعية الخيرية. انفلونسر مع 2 مليون فولورز ما قدرت sell more than 36 تي شيرت. واو. فيعني الفكرة إنه الانفلونسر ماركتينج هو حالة حال الادفرتايزنج ان جنرال، ممكن يكون فعال وممكن يساعدك إنه achieve your goals، بس ممكن إنه يكون ما فعال، ممكن تكون investment مكان بالمكان المناسب. Yes, thank you. Well, this is, you know, take us to the next question, which is for because a lot of our audience are you know professional for digital marketing. Do you think you know there's going to be any kind of that people need real training to master the art of you know influencer marketing? Training to work with influencers as advertising, well, training to be influencers. Yeah, as I said, a lot of our audience are you know people who works you know in the digital marketing field. Okay. Yeah, in order to be able to you know like for the metrics and you know, to manage the campaign, to know you know. Do you think that they need you to have to go through training? أكيد يعني ideally إن أنت you don't want to work with influencers without knowing the fundamentals of working with influencers. يعني أنت ضروري تعرف كيف أختار الانفلونسر وعلى أي أساس وشخصيته تناسب البراند أو لا. قلنا إنه make sure إنه their followers هم genuine ومو اشتروهم $20 مثلاً. فإذا أنت you don't have the knowledge to do this فأكيد الكامبين ما راح تكون يعني فعالة كما you want it to be. زائداً موضوع أنت الأناليتكس هذا موضوع كبير، فأكيد لازم يكون عندك إلمام إنه تعرف أوكي عملت مع الإنفلونسر بس شنو هي الفائدة، يعني البادجت اللي دفعته أنت normally as marketer إذا تدفع $1 you want $5 back، فكيف هذا الموضوع راح يساعدني أكيد. فالبراند مانجرز أو الديجيتال ماركتينج مانجرز they need to have this training وممكن يعني هو حاليا ما في شيء اسمه انه تروح تعمل كورس وتتعلم الانفلونسر ماركتينج. هو ممكن انه سيلف اديوكيشن، يعني تقرا على الموضوع اكثر، تتعرف اكثر على الكامبينز اللي هم سكسسفول، او what was the approach, what were the things that other brand managers did. وبهاي الطريقه تثقف نفسك وتعلم نفسك. In fact, you know, there is many. I'm surprised to see that there are many, you know, influence marketing, you know, courses available. So I'm really I'm really surprised, and it's 26 hours. Can you believe that? يعني أنا دائما عندي question marks على موضوع من هذا، بس أنا شخصيا يعني ما درست موضوع الانفلونس ماركتينج بالتجربه وبالقراءه وبال يعني انه اقرا قبل ما ابدي باي انفلونس ماركتينج كامبين، انه اي ميك شور انه اقرا على الكامبينز اللي were really successful، اقرا على الافكار الجديده موضوع الانفلونس ماركتينج، اقرا على التولز الجديده اللي تساعدني تراك البرفورمانس. بالنسبه لي هذا كان فعال وهذا اللي احتاجيته يعني. بس اذا في كورسات وكورسات مفيده why not. No, we are waiting for your course for I'll do that happily. Yeah, that would be amazing. I'm gonna be your first, you know, subscriber student. That's a pleasure. And our friend Sofian, you know, he asked us if there is any books to recommend about that. هو في book اسمه influence. ما أتذكر اسم الauthor، بس خليني بعد السيشن send the link في الكومنتس. أعمل سفيان. Is influence the psychology of persuasion? Exactly, that one. Okay. هو يتكلم عن الpersuasion in general بس through influencer marketing. I'm also into books, so that's why I have the reflex to find that. Yeah, this is one. That's a great one. Yeah, I think all marketing managers should read this book. Okay, so Sofian, you got this book. You wrote it down. So Sofian should be happy. Sofian has a book to read now. So I have another question. I hope it's not too much, you know. Farah, thank you very much. You are really amazing. Thank you. Yeah. Okay, this is the point. The نقطة اللي أنا أسأل فيها الانفلونسرز إلى الأبد. هي وقت اللي بيجي تعمل ads and you pay Facebook or you pay Google or pay كذا. Instead, you pay influencers. Are you this way, you know, helping or protecting the local economy, especially in the region when the, you know, dollar or euro, you know, it's very expensive? صحيح, and it's actually a great way of looking at it. يعني, like you said, instead of the money going outside of country being paid to Facebook and the likes, you're paying your local people. Provided يعني خصوصا إذا موضوع الانفلونسر ماركتينج هو the right channel for you. يعني هاي النقطة المهمة، إنه is it the right channel for me as a brand. الموضوع الثاني influencers become brands as well. يعني الطريقة الثانية إنه أنت ممكن boost الإيكونومي من طريقها، إنه the bigger brands get they develop into يعني هم الانفلونسر become brands. وبالبداية قلنا إنه مثلاً influencers بدول الخليج هم أطلقوا their own fashion lines، أطلقوا their own perfume lines، فصاروا يعني إحنا تقريباً بالريجن قليل عندنا موضوع الإنتاج. يعني أوكي صحيح هي الفاشن اللي دا يعملوه والبرفيومز كلها دا يصنعوها برا، لكن صار في شيء من الحركة إنه اتليست الايدياز اتليست البراندنج صار شيء الناس أغلبها بدأت تتكلم عنه. فيعني اللي صار أيضاً إنه في كثير من الانفلونسرز مثلاً بدول الخليج فتحوا their own salons، إذا beauty إذا hair dressing. فهي أكيد إنه أنت in a way you're investing in your talent. يعني influencers at the end of the day are creative people. They create content. فهم talent. And when you invest in them, they'll be able to give back to the economy. Okay. I think that's all the questions we have, and the question the audience answer all the question the audience question. That's amazing, and we have a really nice audience. Farah, that was really remarkable. You seem to be a person which is really mastering the art of influencer marketing, and you are yourself an influencer somehow in digital marketing. So, but really. It's influencer marketing, and it has a lot, of faces, which is the one's good and is bad. You did talk about that, related to in your podcast that we did share the link, and it's an amazing world. This is the last question. Okay, the last question, Amani. Amani is how to work with the English community as community manager while you result. Okay, this is a. This is a different kind of question. I'm going to answer the question later, Amani. It's not about the influencer marketing. But to finish, I would like to thank you in my name and the name of Social Media Club Tunisia. نشكرك كثيرا. كما نقولوا احنا كنقولوا تونسي عايشك. When I did contact you, you didn't say no. You did, accept the invitation right away, which is a pleasure and honor for you. كان شرف عظيم يكون معنا live الساعة ونص اللي معنا. You are the first guest from the Khalij region, so thank you again. And I'm really amazed that you are mastering the art of influencer marketing. Now is good, and you have a very nice overview on the Arab world. You have even knowledge about Tunisia and Morocco, so. Thank you again. It was really amazing. بالعكس شكرا لك عبد الكريم على الاستضافة وحبيت الانجيجمنت مع الحضور ويعني I think hopefully the answers will help them with their influencer marketing campaigns. Yeah, all the best to everyone. We'll look forward to sharing my knowledge with everyone as much as I can. I invite everyone to listen to the podcast, to subscribe to it. Then a lot of interesting episodes will be published, so they can also get inspired and learn from other experiences. Yeah. Thank you again. I'm gonna share once again your podcast for our audience to follow. And when is the new episode coming? Wednesday, inshallah. Wednesday. Wednesday, inshallah. Yeah. Stay tuned. Wednesday, we're gonna share it for sure on our channels here in Social Media Club, because we are big fans of your work. And today, the biggest industry with the audience would have, influencer marketing is something serious. It's something they have ethics. It's something that brands tend to call to use to to empower their campaigns, empower their image. It's not about makeup. It's not about being a beautiful girl. Yeah. So thank you again for sharing all of this with us, sharing your overview of Europe or of the MENA region, and hopefully we're gonna see you very soon in other other events. Inshallah. Thank you, Abdelkarim. Thank you very much, Farah. Have a nice day. وعشكم أخرى ونقابلوا إن شاء الله على قريب. إن شاء الله. Thank you. إن شاء الله. Bye bye.